بدأت الفكرة من خبر وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة بسبب الاختناق. هلا الجهاز طلعت الفكرة من هذا الخبر اللي هو أثر فينا كلنا، فإحنا في تطور تكنولوجي رهيب، فحبيت إنه أدمج التكنولوجي في حل هاي المشكلة. مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الليلة. الليلة سيقدم لكم كل ما يهمكم من أخبار إنسانية، ما وراء كل خبر سياسي، ما وراء كل تطور جديد في منطقتنا على المستوى العربي وكذلك العالمي. الإنسان أولا، ومع كل حدث نعيشه فأهلا بكم. النجاة من الموت بالاختناق من الغازات السامة، فكرة لطالما حلم الطالب الأردني زيد شملي بتطويرها على أرض الواقع. تم ذلك بالفعل بابتكاره جهازا يقي من حالات الاختناق بالغازات السامة، ويطمح الطالب المبتكر بتقديم اختراعه على منصات عالمية وتطويره وجعله منتجا يباع في الأسواق. المزيد مع لنا رياض من العاصمة الأردنية عمان. السلامة هي الأساس، والبحث عن وسيلة للنجاة من حوادث الاختناق هي الدافع الرئيسي في ابتكار جهاز للتنبيه من الغازات السامة إذا ما وجدت في غرفة ما. صديقنا زيد شملي يحدثنا عن هذه الفكرة وعن استخداماتها. أراد زيد بداية أن يستغل التطور الموجود ليصنع شيئا يفيد الناس، وهكذا كان، ليبدأ بالبناء على أهم الأفكار المطبقة على أرض الواقع للتغلب على مسألة ارتفاع معدلات السموم في الهواء ونقص الأكسجين. بدأت الفكرة من خبر وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة بسبب الاختناق. هلا الجهاز طلعت الفكرة من هذا الخبر اللي هو أثر فينا كلنا، فإحنا في تطور تكنولوجي رهيب، فحبيت إنه أدمج التكنولوجي في حل هاي المشكلة. الجهاز بعمل على تنبيه الأشخاص الموجودين في حال زيادة نسب غازات عديدة، منها CO والCO2 والبروبان والبيوتان والLPG ليكويد بتروليوم غاز. في حال زادت واحدة من هاي النسب بنبه الشخص الموجود. نفرض إنه الشخص الموجود كان ذوي إعاقة أو كان طفل أو كان شخص نايم، ما راح يسوي أي رياكشن للإنذار، وبالتالي الجهاز تلقائيا راح يدخل أكسجين المكان بعدة طرق، منها إنه يكون في أسطوانة أكسجين أو نوصله على مروحة أو إنه أوتوماتيك ويندو وغير منها من الطرق. وبعد فحص الفكرة وتجميع إحصاءات حوادث الاختناق وعرضها على أكثر من جهة، تمكن أخيرا من صنع جهاز قياس الغازات السامة. في تجربة بسيطة، ماذا تحدثنا عن هذا الجهاز؟ في عنا الجهاز موجود 3 أشكال من الإنذار، في عنا الشاشة، وفي عنا 3 أضواء، وفي عنا إنذار صوتي داخل الجهاز. لحتى نراعي ظروف ذوي الإعاقة، في ناس ممكن يكون بشوف ما بسمع أو بسمع وما بشوف، فبالتالي إحنا بدنا نخلي الجهاز شامل ويشمل جميع فئات المجتمع. فعنا هون إحنا 3 أضواء، الضوء الأخضر بدل على إنه المكان آمن، الضوء الأصفر أو البرتقالي بدل على إنه في تسرب بسيط للغاز ويجب إنه تعمل أي رياكشن الإنذار تدخل فيه أكسجين للمكان. فين الضوء الأحمر بدل على زيادة نسبة الغاز السام بشكل كبير، وبالتالي بسبب عدم قيام الشخص بأي رد فعل للإنذار اللي أطلقه الجهاز مسبقا. فإحنا هلأ رح نعمل تجربة، رح نجيب الكحول هو بديل عن الغازات السامة لأنه صعب نجيب غازات سامة هون. رح يسوي الجهاز إنذار بسيط في تسريب بسيط، بعدين راح نسوي تسريب عالي للغاز السام ونشوف كيف راح يدخل الأكسجين. هون عندنا تسريب بسيط، تمام. فهلا راح نطلع تسريب عالي ونشوف كيف رد الفعل. شوف التعليمات على الشاشة. وفي خطوة أولى يطمح زيد إلى بيع الجهاز في السوق، وفي ثانية تقديمه إلى المناطق الأقل حظا بأسعار زهيدة. لأخبار الآن لنا رياض عمان. حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من عمان مها درويش رئيسة جمعية إبداع. سيدة مها مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعتي معنا التقرير، تابعتي معنا ابتكار زيد، يعني جهاز أو ابتكار يحمي الأشخاص أو ينقذهم من استنشاق الغازات السامة عن طريق تنبيههم. أولا تعليقكم على هذا الابتكار، ما مدى ربما حاجة السوق أو حاجة المجتمعات، سواء المجتمع الأردني أو المجتمعات العربية، لجهاز كهذا وابتكار كهذا؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكي. هذا الجهاز اللي ابتكره أحد مبدعي إبداع لجمعيتنا اللي تتبنى المبدعين،
يعتبر جهاز جيد جدا، لأنه بتعرفي معظم الأشخاص في المناطق الأقل حظا بيستعملوا المدافئ إما على الغاز وإما على الكاز، فوجود هذا الجهاز عندهم وخصوصا إنه الزيت يطمح أن يكون بسعر مش غالي إنه فعلا بيساعدهم على إنقاذهم من كثير من حوادث الاختناق اللي بتصير نتيجة إنهم أحيانا بيناموا بيتركوا المدفعة شغالة أو بيخلص بتطفي وبيضل الغاز عم بيطلع، فبيأثر هذا عليهم، وبالتالي هو جهاز سيستعمل بكثرة فيه مش بس في الأردن، يعني في كثير من المناطق العربية ممكن يستخدموه. نعم، جمعيتكم حضرتك رئيسة جمعية إبداع، ما نوع الدعم الذي يمكن أن تقدموه لزايد في ابتكاره هذا؟ جمعية إبداع أولا تقدم الإشراف التقني، تقدم الدعم المادي، تقدم التشبيك مع المؤسسات المانحة، نحاول أن نربطه مع أشخاص أو مستثمرين يقوموا بإنتاج هذا الجهاز له. نعم، طيب ما مدى إمكانية حدوث ذلك فعلا؟ هل سيتم إنتاج الجهاز فعلا وسيتم طرحه في الأسواق؟ نعم، قريبا قريبا إن شاء الله. إحنا كنا عم ننتظر، هي تعرفي دائما صعوبة الإقناع المستثمرين، وبالتالي كان لازم نعمل إحصائيات ودراسات وقديش ممكن ينباع من هذا الجهاز في الأردن وخارج الأردن. الآن هاي الدراسات معظمها أصبحت جاهزة، وسنقوم بالمتابعة مع الأشخاص اللي ممكن ينتجوا أو يكونوا، هو لن ينتج في الأردن أكيد، يعني ممكن يصنع في الصين في مكان آخر ويباع بالأردن فيما بعد، ولكن يبقى ابتكار أردني لهذا الشاب الأردني. نعم حضرتك، ابتكار أردني. نعم تفضلي. يعني أودع في وزارة الصناعة والتجارة الفكرة، وهو يمتلك يعني الفكرة لزيد الشملي. نعم، طيب حضرتك في جمعية إبداع، نوع الدعم الذي تقدمه للشباب مثل زيد، الشباب الذين ربما لديهم أحلام يطمحون لتحقيقها، شباب مبدع، شباب مبتكر، يحتاج فقط لدفعة نحو الأمام، كيف تساعدونهم على ذلك؟ الآن هي جمعية إبداع تأسست برؤية ورسالة دعم وتشجيع وتطوير أفكار الشباب المبدع. شعارنا في الحقيقة في إبداع، إبداع حيث يصبح الحلم حقيقة. ما نقدم لهم أولا نتبنى الفكرة، نعرض، نعمل مع مشرفين يعني يصلحوا لتطوير هاي الأفكار ومساعدة الطلاب، نوفر لهم البيئة الآمنة الحاضنة للأعمال، نعمل على أن تصبح هذه الفكرة مشروع. بعد ذلك نبدأ هذا المشروع، نبدأ في عرضه على المؤسسات والناس أشخاص المهتمين بها. نحن نجحنا في واحد من المشاريع الآن داخلين في دبي إكسبو 2020، في بعض الشباب توجهوا إلى الولايات المتحدة بمشاريعهم، ونطمح إن شاء الله، يعني قريبا إحنا لنا 12 سنة الآن بدأنا نقطف ثمرة العمل تبع 12 سنة. الآن يعني يكون هناك الكثير من قصص نجاح الشبان في الأفكار اللي عملوها. بس في شيء بدي أحكي إياها، إحنا قبل 4 أشهر أطلقنا مشروع كان اسمه ماراثون أسترلاب. هذا الماراثون عبارة عن ماراثون علمي ما بين الطلاب من الفئة العمرية 15 إلى 19. تقدموا بأفكار، اشتغلنا، كان عندنا 100 مشارك، أطلعنا من هدول 45 مشروع جاهز للتطوير. بعد أن تم تدريبهم هندسيا وتم تدريبهم على الأعمال وعلى كيفية تقديم الفكرة للمستثمرين، كيفية وضع الخطط المالية، كل هاي الأشياء، وأبدعوا الشباب الصغار اللي 15 إلى 19 عندهم الحياة أفكار رائعة جدا. نعم، طيب سيدة مها، يعني العقول والشباب المبتكر يعني لطالما نجد في بعض الدول العربية يهاجرون، أنتم كجمعية ربما تحاولون أن استيعاب هؤلاء الشباب، استيعاب ابتكاراتهم، إلى أي مدى هذا الشيء
يساعد ويعود بالفائدة على المجتمع الأردني بالمرتبة الأولى، ومدى يعني تواجد أو وجود جمعيات مثلكم أو دعم لهؤلاء الشباب المبتكر يعود بالفائدة على المجتمع بالمرتبة الأولى الذي يعيش فيه هذا الشاب؟ نعم، الآن يعني نحن نطمح أن نبقي شبابنا في الأردن ونعمل جاهدين أن تبقى هاي الأفكار وتطور داخل الأردن أو بالتعاون مع مؤسسات حتى في الوطن العربي. هناك تحدي كبير حقيقة، لأنه ما زالت العقلية العربية في الابتكارات والاستثمارات، يعني في بعض الدول العربية تقدمت كثيرا وفي بعض الدول ما زالت الإيمان بهؤلاء الشباب مش بدرجة كبيرة. فنحن نعمل بشقين، الشق الأول أن نحاول أن نثبت للمجتمع ولرؤوس الأموال أن هؤلاء الشباب يستحقون أن تعملوا أن تستثمروا بهم، والشق الثاني أن نعمل جاهدين على أن نواكب العصر في الأفكار المتطورة التي يقدمها الشباب في التكنولوجيا في العلوم. هم يعملون جاهدين وفي أبحاث كثيرة، وأنا متأكدة أنه لو استطعنا أن نقنع رؤوس الأموال بالاستثمار سيعود نفع وفائدة كبيرة على التطوير الاجتماعي والتنمية المحلية في الأردن وخارج الأردن. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من عمان مها درويش، رئيسة جمعية إبداع، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من هناك، شكرا لك. مستمرون معكم مشاهدينا، كانت هذه قصتنا لليلة، ونتابع بعد قليل في الجزء الثاني من البرنامج. الهلال الأحمر يقف على الوضع الإنساني في وادي عدم بحضرموت ويقدم المساعدات الإنسانية للأهالي. أهلا بكم من جديد. دعم إنساني متواصل يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لأشقائه في اليمن، حيث تمكن اليوم من إيصال المساعدات إلى منطقة وادي عدم بمديرية ساه التابعة لمحافظة حضرموت على الرغم من الطرق الوعرة. قال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت إن عملية توزيع المساعدات الغذائية تأتي مع انطلاق العام الجديد الذي أطلقت عليه الدولة عام زائد لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في المجالات الخدمية والإنسانية، وعبر المستفيدون عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية، مشيرين إلى أن فريق الهلال الأحمر هو أول فريق إغاثي يصل للوادي بمساعداته الغذائية. عبر الهاتف من العاصمة أبوظبي ينضم لنا السيد محمد سالم الجنيبي رئيس قسم البرامج الإغاثية في الهلال الأحمر الإماراتي. أهلا بك معنا سيد محمد. الدعم الإماراتي متواصل لليمنيين ووصول قافلة مساعدات لوادي عدم، ماذا تضمنت هذه المساعدات المقدمة لهم من حيث ربما جميع الحاجيات التي غطتها، وإلى أي مدى فعلا غطت القافلة الحاجات التي كان يحتاجها المدنيون هناك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أمسي على أخواني المستمعين والمشاهدين، كذلك على إتاحة الفرصة لنا كهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. أحب أكد بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصا منها إلى تقديم المساعدات الإغاثية بشكل عاجل للمدن اليمنية المتضررة، ذلك في ظل الأزمة الراهنة ومن إطار مشروع إغاثي متكامل. كذلك لإيصال المساعدات الإغاثية والإيوائية والأدوية إلى الأسر المحتاجة في ظل مديرية حضرموت في مناطق ساحل الوادي. وأحب أكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بإمداد وإرسال جوي وبحري وجوي من خلال من أجل المساهمة في رفع المساهمة للأسر للأهالي المتضررة في الأوقات الصعبة. أحب أكد أن منطقة ساه من المناطق التي تبعد جغرافيا وكذلك طبيعة المنطقة صعبة جدا الوصول إليها، لكن فضل الله سبحانه وتعالى تم إرسال فريق من الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع المجتمع المحلي والمتطوعين بإقصاء وشوف وبإرسال ورفع تقارير بشوف حاجيات المجتمع في ظل الظروف هذه. وفعلا تم إرسال مواد إغاثية للمناطق هذه عبارة عن مواد متنوعة من المواد الإغاثية والإيوائية وكذلك الأدوية، تتضمن المساعدات الإغاثية بشكل عاجل وهي المستلزمات الإغاثية الغذائية
مثل السكر، الحليب والعديد من المواد الضرورية اللي تكفي في الوقت الحاضر. طيب عدد المستفيدين أو نسبة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى هذه المساعدات ما هي؟ طبعاً مستفيدين في منطقة شاه حالياً تم التوزيع على 200 أسرة، أي ما يقارب على أكثر من 1000 شخص من ذوي الدخل المحدود. نعم. نعم. تفضلي. طيب بحسب اطلاعكم على الوضع هناك يعني في المنطقة، كيف تصفون المشهد الإنساني؟ يعني نعم. إلى أي مدى هناك حاجة بحسب الأولويات؟ الحاجات التي يحتاجونها ما هي؟ نعم، تم وضع الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم وضع خطة تزامنا مع عام زايد، وهي عدة برامج معينة وخطط بحيث الوصول وتذليل الصعاب من أجل الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة التي قد تلفت إليها الكثير من المؤسسات الإغاثية. هناك خطة متكاملة وضع من أجل الوصول إلى كافة الاحتياجات والضرورية إلى المواطن من حيث مناطق حضرموت بشكل عام وبخاصة منطقة شاه. أحب أكد أن بتواصل مع أستاذ عبد العزيز الجابري رئيس فريقنا الهلال الأحمر في حضرموت متابعة المناطق المتضررة ودعمها بشكل عاجل. نعم، شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة. معنا سيد محمد سالم الجنيبي رئيس قسم البرامج الإغاثية في الهلال الأحمر الإماراتي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. في أخبارنا الإنسانية أيضا، عالجت عيادات زايد العطاء المتنقلة ومستشفياتها الميدانية ما يزيد عن 10 ملايين طفل ومسن في 17 سنة الماضية محليا وعالميا في إطار تطوعي ومظلة إنسانية وانسجاما مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان، انطلاقا أيضا من توجيهات القيادة بتبني مبادرات إنسانية تساهم في التخفيف من معاناة الفئات المحتاجة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة. ذكرت السلطات في بنغلاديش أنها اتفقت على إتمام عملية عودة الروهينجا إلى ميانمار في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل. وجاء في بيان لوزارة الخارجية في بنغلاديش أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بين البلدين على تنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي دون تحديد موعد بدء العملية. في إسبانيا قالت السلطات إن 7 مهاجرين من شمال إفريقيا لقوا حتفهم عند محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري قادمين من المغرب عبر قارب مطاطي صغير، وعثر فريق إنقاذ على 5 جثة في القارب الذي انجرف قبالة شاطئ باستيان على بعد 130 كيلومترا من الساحل المغربي، بينما لقي رجلان آخران حتفهما أثناء محاولتهما السباحة إلى الساحل. مشاهدينا، هذه كانت أبرز الأخبار الإنسانية لليلة، مستمرون معكم بعد قليل نعود مع الجزء الأخير من البرنامج نتابع فيه. شاشات الهواتف الذكية تؤخر التعبير اللفظي للطفل. من جديد، سحبت شركة لاكتاليس الفرنسية ما يزيد على 12 مليون صندوق من حليب الأطفال المجفف الذي تنتجه من أسواق 83 دولة بسبب فضيحة تلوثه ببكتيريا السالمونيلا. وكان سحب المنتجات من الأسواق قد بدأ منذ ديسمبر كانون الأول الماضي بعد اكتشاف تفشي هذه البكتيريا في المصنع، ورفع بعض الآباء دعاوى قضائية ضد الشركة قائلين إن صحة أبنائهم ساءت بعد شرب الحليب المجفف. ولنقاش أكثر حول هذا الموضوع عندما لنا عبر الهاتف من دبي الدكتور مسعف العبد الرزاق استشاري أطفال. دكتور بس الخير، أهلا بك معنا. دعنا نتحدث من الناحية الصحية لهذا الموضوع، موضوع سحب حليب الأطفال المجفف من شركة لاكتاليس الفرنسية. يعني هذا الحليب المجفف وجد بأنه ملوث ببكتيريا السالمونيلا، ما هي هذه البكتيريا؟ ما هي مضاعفاتها؟ كيف يمكن أن تؤثر على الطفل؟ الأعراض أيضا التي يمكن أن تظهر عليه. مساء الخير إليك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام. الحقيقة السالمونيلا هي نوع من أنواع الجراثيم العصوية بيسموها، وهي صغيرة جدا بالحجم، ترى بالعين المجردة، تنتقل عادة إلى الجهاز الهضمي وتؤدي إلى نوع من أنواع الالتهابات المعوية، وأحيانا لما بتكون الموضوع أكبر من هيك وبتكون كمية البكتيريا
عالية جدا ممكن تنتقل إلى الدم وندخل في تسمم دموي. بالنسبة للبكتيريا، البكتيريا عادة تنتقل عن طريق الهضم، تنتقل عن طريق الفم، وهي عادة تأتي بالتلوث إما من الحليب أو ممكن من الأسماك أو ممكن من اللحوم الملوثة. البكتيريا بحد ذاتها لما توصل للجسم بتعمل أعراض. أعراض أول شيء الحرارة، ثاني شيء الإقياءات، وممكن إسهالات وتعب وإعياء. عادة فترة الحضانة تتراوح ما بين 12 ل 72 ساعة لحتى تظهر الأعراض، وأحيانا الأعراض ما بتستمر أكثر من 4 إلى 7 أيام، وقد يشفى المريض بدون أي علاج إلا مجرد تغطيته بالسوائل اللازمة، وتغطيته بتعويضات المواد والأملاح والمياه الذي يخسرها من فقط. يعني تتم معاملتها كمعاملة أي فيروس، يعني كأي التهاب فيروسي؟ هي معاملة أي التهاب فيروسي معوي، لكن في عندنا تحفظ أنه ممكن تنتقل إلى حالة تسمم دموي، وهذيك الساعة ممكن يؤدي إلى التيفوئيد، مرض التيفوئيد، لأن هي السلمونيلا هي من البكتيريا اللي ممكن إذا دخلت الجهاز الدموي أو الأجهزة الأخرى ممكن تؤدي إلى مرض التيفوئيد. نعم. طيب الإجراءات التي يجب تبعها بشكل فوري إذا ما ظهرت أحد الأعراض، يعني على الطفل أو الرضيع الذي يمكن أن يكون قد لقط هذه البكتيريا، إن كان من الحليب المجفف أو ربما الأشياء الأخرى التي يمكن أن يلقطها منها التي ذكرتها قبل قليل دكتور؟ بالنسبة للأطفال أو الرضع، عادة الأهل أول ما تظهر عندهم أعراض إقياءات ولا أعراض إسهالات ولا حرارة بيراجعوا الطبيب. هو البكتيريا تعزل من الخروج، ومن الفحص العام ممكن الواحد يقدر يتصور أن الحالة حالة فيروسية معوية. نعم. مش فيروسية، جرثومية معوية، هي قد تتشابه مع الفيروسات اللي بتؤدي للإسهالات والإقياءات والحرارة، لكن طبيعة الخروج أحيانا بتكون مدمة، بتكون أكثر كمية المخاط. الوهن اللي بيصيب الطفل أحيانا يعني بيعطيك إشعار أنه الحالة شوي أخطر. لا، الروتا فيروس ممكن يعمل نفس الأعراض، لكن يعني على كل الأحوال الحالة لازم متابعة من الطبيب في حال ظهور الأعراض. الطبيب بيحدد إذا كانت حالة بسيطة ممكن يتعالج بالبيت فقط بسوائل تعويضية وبالرضاعة، وممكن نوقف يعني إذا صار في عندنا شك بموضوع ممكن نضطر ندخل البيبي نعمل له إعادة إيماها، يعني نعوض له السوائل اللي عم يطرحها عن طريق الوريد لو كانت الأعراض كثير قوية. نعم. طيب الوقاية، كيف يمكن وقاية الطفل من هذه البكتيريا؟ مثل ما أنها هي تأتي عن طريق المي أو عن طريق الأكل، فنحن نتأكد أن الأكل نظيف والمي نظيفة اللي عم يأخذها، وبعدين نحن في حال أي حصول إسهالات ولا شيء دائما من إحنا حتى بدون إسهال مننبه على أنه قبل ما تحضر أكل الطفل تغسل إيديها بالصابون وتعقمها المضبوط، لأنه الجو حوالينا كله تلوث. عرباية السوبر ماركت اللي بتجريها بيامسها ما بتعرف، يعني خصوصا تلاقي الأطفال قاعدين بقلب العرباية الترولي تبع السوبر ماركت وعم بيلعبوا فيه. فهذه كل الحماية هي العناية بالنظافة، بنظافة الإيدين ونظافة الجسم ونظافة الأكل اللي عم نحضره للطفل. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور مسعف العبد الرزاق استشاري أطفال، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا لك. من أخبار الصحة أيضا، تشير مراجعة جديدة للأبحاث والدراسات إلى أن الحوامل اللائي يتناولن مضادات للحموضة قد تزداد احتمالات إصابة أطفالهن بالربو مقارنة بأطفال أمهات لم يتناولن تلك الأدوية أثناء الحمل. وأشار باحثون في دراسة جديدة إلى أن ما يصل إلى 4 من كل 5 حوامل يعانين من الحموضة بسبب الارتجاع المعدي المريئي، وحتى الآن لم تقدم الأبحاث أو تقدم صورة واضحة ومحددة لمدى سلامة استخدام الأدوية التي تعالج تلك الحالة بالنسبة للحوامل. تأخر الكلام عند الأطفال مشكلة تقلق الأهالي، وهي مشكلة باتت منتشرة مؤخرا بشكل ملحوظ، وما بين سؤال الأطباء والبحث عن الأسباب يبقى الأهالي في حيرة عن سبب هذا التأخر. إذا كنت أما قلقة من تأخر طفلك في الكلام فإليك هذه الدراسة الحديثة التي ربما تخبرك السبب. فكري مرتين قبل أن تعطي طفلك الصغير هاتف محمول أو جهاز لوحي. فوفقا لآخر الدراسات الطبية
تبين أن هذه الأجهزة تسبب العديد من المشاكل الصحية للطفل وتأخر النطق عند الرضع. وأظهرت أبحاث جديدة أجرتها جامعة تورنتو وقدمت في اجتماع جمعيات أكاديمية طب الأطفال أن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشة إلكترونية يزيد من خطر تأخر الكلام واللغة التعبيرية. وشارك في الدراسة ما يقرب من 900 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين، وطلب من أولياء الأمور الإبلاغ عن متوسط الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الشاشة. ثم قام الباحثون بتقييم التطور اللغوي للمتطوعين الصغار باستخدام مقاييس متخصصة، ووجد الباحثون أنه في كل 30 دقيقة من الوقت على الشاشة 49% من الأطفال تزيد لديهم خطر تأخر التعبيرات اللفظية. وفيما يتعلق بالأطفال أيضا، تقول الشرطة البريطانية إن تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي قد يكون متواطئا في الجرائم المرتكبة على منصاته، خاصة وأنه يعطي الأولوية الكبرى لجني الأرباح على تقديم الحماية للأطفال من الجرائم، خاصة التحرش الجنسي. يثير تطبيق سناب شات المخاوف، خاصة وأنه يحظى بشعبية متزايدة بين الأطفال والمراهقين الذين يرون أن استخدامه وسيلة للهروب من مراقبة أفراد الأسرة الأكبر سنا، إذ يتميز تطبيق سناب شات بأنه يمكن للمستخدمين مسح الرسائل أو الصور المتبادلة تلقائيا بمجرد مشاهدتها. بهذا نصل معكم الختام الليلة، مستمرون معكم عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا دائما عبر البث المباشر للتلفزيون الآن على اليوتيوب، وتواصلوا معنا لأي قضايا إنسانية تهمكم سنطرحها وسنتابعها معكم. أطيب تحيات لكم مني من فريق العمل، معد الحلقة عطاء الدباغ والمخرج إبراهيم العمري. تصبحون على خير.